السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة لكل واحد مقهور بسبب الأسرى الفلسطينيين اللي بعد ما عرفوا ربنا يديهم الحرية بفضله ان اليهود بدأوا يرجعوهم تاني وبدأوا يمسكوهم تاني. يا جماعة نحكي لكم قصة في الأول، قصة أسير بس ما كانش في سجون اليهود، كان في سجون مشركي مكة اسمه أبو جندل، وكانوا مأيدينه، وكان ابن واحد كبير قوي في مكة اسمه سهيل بن عمرو، فمسكوا وحبسوا وأيدوا وحطوا في الأغلال والحديد لدرجة ان كان بينزف دم من ايديه ورجليه، وكان مأيده، ما كانش مأيده بقاله شهر ولا اتنين ولا حاجة، ده من قبل غزوة بدر. يعني موقف أبو جندل ده المسلمين كلهم عارفين انه حصل في صلح الحديبية سنة 6 هجرية، انما أبو جندل مقبوض عليه ومسجون ومقيد بالسلاسل من قبل غزوة بدر، يعني بقاله سنين زي الأسرى الستة الفلسطينيين اللي واخدين كلهم سجن مدى الحياة، ومنهم اللي بقاله 25 سنة مسجون، يعني كان بقاله سنين مسجون. وسمع أبو جندل ان النبي عليه الصلاة والسلام على مشارف مكة وهو المسلمين، أبو جندل بدأ يفكر انه يكسر الأغلال بتاعته ويهرب، وفعلا سبحان الله القادر زي ما الأسرى الستة الفلسطينيين عرفوا يهربوا، عرف يهرب ويكسر الأغلال، وعرف يهرب من مكة، وصل لحد النبي عليه الصلاة والسلام عند الحديبية، وأول ما شاف 1400 مسلم اللي واقفين رمى نفسه والأغلال والحديد في ايديه ورجليه، وإيده بتنزف ومكان الحديد بينزف دم، وشكل التعذيب الرهيب اللي كان فيه باين عليه، وبدأ يصرخ: أيها المسلمون لا تتركوني أرد إلى المشركين، يفتنوني في ديني. أنتوا عارفين أنا لو رجعت أرجع لإيه؟ عارفين دول لو قبضوا عليا تاني ورجعوني السجن الرهيب بتاعهم، أنا مش بس هتغل ولا بس هستجوب ولا بس هتعذب، ده أنا هيتنكل بيا تنكيل رهيب. المسلمين ما كانوش قادرين يستحملوا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لسهيل بن عمرو اللي كان بيعمل معاه صلح الحديبية، قال له: أجيزه ليه؟ قال له: إذا ينتهي كل شيء بيني وبينك، لا يمكن، أنا لن أجيزه لك. النبي عليه الصلاة والسلام أبو جندل بيبكي والمسلمين مش قادرين، المسلمين كانوا هيذبحوا بعض من الهم على موقف أبو جندل. يرجع سجون اليهود، يرجع سجون المشركين تاني إزاي؟ يترد للحبس والسجن والبهدلة والأغلال والخنقة والتعذيب تاني إزاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبا جندل اصبر واحتسب، احتسب، محسوب لك عند الله يا أبو جندل، محسوب لك عند الله كل ليلة نمت فيها في سجون هؤلاء الظلمة، محسوب لك عند الله كل ساعة اتحبست فيها، محبوس لك عند الله كل مرة تعذبت فيها، يا أبا جندل اصبر واحتسب، محسوبالك عند الله بالتفاصيل التفاصيل يا أبو جندل، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين. أصل مش هو المحبوس الوحيد، ده سجون المشركين كانت مليانة، ده أبو جندل لما هرب أصلا من المشركين بعد كده كان 70 واحد من المشركين هربوا معاه، من اللي هربوا وعملوا قوة الحرب المشركين بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان في مئات محبوسين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. ربنا يفرج عليك، ربنا هيخرجك من البيئة اللي انت فيها، ربنا مش هيسيبك ومش هيتخلى عنك، بس انا دلوقتي عملت صلح هيترتب عليه مصلحة عالمية للإسلام في الأرض، مش قادر اعمل لك حاجة. الصحابة ما كانوش قادرين يتحملوا نفسيا، الصحابة لما جم يحلقوا البعض عشان يرجعوا المدينة تاني كانوا هيذبحوا بعض. عمر بن الخطاب راح للنبي قال له: يا رسول الله أليس المشركين، ألسنا المسلمين، أليسوا على الباطل، ألسنا على الحق، لما نقطة الدنيا في ديننا نسيب أخونا يروح يتحبس إزاي؟ راح لأبو بكر قال له: يا أبا بكر أليس المشركين، ألسنا المسلمين، ألسنا على الحق، أليسوا على الباطل، لما نقطة الدنيا في ديننا. الصحابة ما كانوش قادرين يستحملوا الوقت. حصل نفس الموقف، 6 من أسرى المسلمين اللي واقفين في وش ركس اليهود، اللي واقفين عشان فلسطين الإسلامية ترجع للإسلام تاني، اللي واقفين عشان اليهود الملاعين يطردوا من فلسطين بإذن الله زي ما النبي عليه الصلاة والسلام وعدنا، 6 يتأثروا في سجون اليهود، يحصل إيه؟ يعرفوا يهربوا زي أبو جندل بالظبط، ويبدأ اليهود يرجعهم تاني، وتبدأ قلوب المسلمين تتكسر لأنها عارفة هم راجعين لإيه؟ رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأسرى بإذن الله، لعلي يعني آخذ من موقف أبو جندل كأن النبي لو رآهم وهو يقول لهم: اصبروا واحتسبوا، محسوبة لكم عند الله، كل لحظة في سجون هؤلاء محسوبة لكم عند الله، كل أذى بسبب ان انتوا قمتوا بكلمة الله محسوبة لكم عند الله، انتوا واقفين رمز للشرف، رمز للدفاع عن الدين في عصر الشباب ومسك الخمرة في حفلات الساحل، انتوا واقفين عز للإسلام، إعلان عن رفعة الإسلام، اصبروا واحتسبوا، فإن الله جاعل لكم ولمن معكم من المستضعفين فرجا ومخرجا بإذن الله. أنا بكلم المسلمين بقول لهم فين حزن الصحابة؟ حزن الصحابة لما رجع أبو جندل لحبس المشركين تاني، الصحابة كانوا هيذبحوا بعض من الحزن، فين حزنكم؟ فين هم الدين؟ فين حملة هم القضية؟ إحنا انتسبنا للإسلام، بيشربنا من إيد النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض، وبيدخلنا جنات النعيم عرضها السماوات والأرض، وبينجينا من عذاب القبر، ده انتفعنا بيه من الإسلام، إحنا ادينا للإسلام إيه؟ إحنا ادينا لدين الله اللي
احنا منتفعين منه سعاده في الدنيا، بتوع اوروبا اللي معاهم مليارات بيرموا نفسهم وانتحروا. بيتر سميدلي صاحب الملياردير صاحب فنادق في اوروبا، شكله على اليوتيوب وهو بينتحر وبيشرب سم قدام الكاميرات عشان ينتحر من الاكتئاب. انت بسبب الاسلام، انت بسبب القران، انت بسبب الرقيه الشرعيه، انت بسبب ذكر الله، انت بسبب رمضان وعشر ذي الحجه والعمره، ربنا نجاك من العذاب النفسي الاليم ده. انت اديت للاسلام ايه؟ عملت لدين الله سبحانه وتعالى ايه؟ رساله للشباب الساحل اللي بيحضروا حفلات ومسكين الخمره في ايديهم، انت مش مكسوف؟ دول احسن منك في ايه؟ الشباب اللي مضحين بعمرهم عشان الامه وهم الامه ونصر الدين الامه والدعوه الى الله ونصر الدين الله احسن منك في ايه؟ هتيجوا انتوا الاثنين يوم القيامه هتتوزنوا في ميزان واحد، انت وهم هتتوزنوا في ميزان واحد امام الله، هتعمل انت ايه؟ ساعدها. هم هيلاقوا حاجه يقابلوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت هتقابل رسول الله بايه؟ انت هتقف من ايدين ربنا بايه؟ عملت ايه لدين الله سبحانه وتعالى؟ رساله للاعلام، الاعلام الجميل، لو كانوا دول سته مغنيين ولا راقصين كنت عرفت الدنيا، كنت عملته وقفته في الدنيا كلها ان الراقصين دول لازم يتفرج عنهم، انما دول سته واقفين لدين ربنا والقضيه دين ربنا. انتوا عملتوا انتوا ايه؟ عملتوا ايه عشان الدين؟ وعملتوا ايه عشان انصار الدين؟ نصرتوا اللي بينصروا الدين ولا خذلتوا اللي بينصروا الدين؟ وقفتوا مع اللي بيدعوا الى الله ولا وقفتوا ضد الدعاء الى الله؟ خدوا بالكم، لان الكرسي اللي انتوا قاعدين عليه ده يا يدخلكم الجنه يا يدخلكم جهنم، فخدوا بالكم لان كلنا هنتحاسب امام الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله يا اهل الاعلام وقولوا قولا سديدا، قولوا كلام في الجون، قولوا كلام تقفوا بيه قدام ربنا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله اللي هيشتغل لحساب ربنا فقد فاز فوزا عظيما. رسالة يعني لهؤلاء الأسرى، قول الله سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، قال الله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. رسالة لأمة الإسلام حكام ومحكومين. الله سبحانه تعالى يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. ازاي سايبين المستضعفين والاقليات المستضعفه والمستضعفين من المسلمين بيعذبوا من اعداء الاسلام؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيف. كيد الشيطان كان ضعيف وكيد اليهود ضعيف. عملوا قدام شويه اسرى قعدوا يحفروا في التراب لحد ما طلعوا وذلوا اليهود وفضحوا الامن بتاع اليهود وفضحوا الحراسات بتاعت اليهود وحطوا مناخير اليهود قدام العالم في الارض، ما معاهم ايه؟ معاهم ايديهم، قاعدين يمشوا في التراب ويهربوا من عشان ربنا يقول لكم ان ربنا كبير وربنا قادر وربنا قوي سبحانه وتعالى. الرساله لكل مستضعف، رساله من رسول الله لكل مستضعف، لكل واحد قام ينصر دين ربنا واستضعفوا اهل الظلم واستضعفوا اهل الباطل، رساله اصبروا واحتسبوا محسوبالكم عند ربنا، محسوبالكم ومش هتتساووا بغيركم ابدا لما ربنا يحسب لكم الصبر عشان الدعوه الى الله وعشان نصر الدين الله. اصبروا واحتسبوا فان الله جاعل لكم ولمن معكم من المستضعفين فرجا ومخرجا. اللهم انصر فلسطين، اللهم حرر فلسطين من كيد اليهود، اللهم ان نبيك وعدنا لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعالى فاقتله. اللهم حرر فلسطين من اليهود، اللهم ارزقنا صلاه في المسجد الاقصى، اللهم ارزقنا اعتكافا بعفو وعافية في المسجد الأقصى، اللهم انصر المستضعفين من أهل فلسطين، اللهم انصر المستضعفين من أهل فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم انصرنا، رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.